السلام عليكم، غنخيط معكم هاد الشوميزه اللي فصلتها معاكم. هنا فين طراسيت الجيب ديالي، اول حاجه نبدا بها هو الجيب باش يجيني ساهل في الخياطه. نبداو على بركه الله. هنايا عندي هاد القطعه ديال الجيب، كنجيبها كنطوي سنتيم من هنايا، من هاد الجهه هادي كنطوي سنتيم. وين هكا غادي نجيبها نحطها هنايا في هذا الخط هذا اللي علمت. وغنشدها بليزيبانغ هنايا باش ما يتبقاش يتحرك ليا الجيب من كون كنخيطو. غنجي لهاد البلاصه هادي من هاد الجهه، وغادي نطوي هكايا سنتيم ديالي، وغندوز عليه بالخياطه هكا للحاشيه، وغندوز كنطوي سنتيم من هنا وسنتيم من هنايا وندور عليه بالخياط. مشوق الجيب ديالي غادي نجيب دابا ندير له داك المارد ديالو اللي هنايا، هذا هو داك الغطاء ديال الجيب ولا المارد. ندوز عليه عاود بالخياطه من هنا، ندورها هكايا سنتيم ديال الخياطه. هيدي الا كاين شي زوائد هنايا غادي نقلب الجيب ديالي. نحاول نخرج هاد القناه مزيان، نعاود عليه عبر الصباط. كتشوفوا هذا الشكل، وغنحطوها هنايا غنبعدوه شويه على الجيب واحد سنتيم ونص هكايا، ونشدوه بلي زيبانغ هنايا. وندوز له الخياطه هنايا، نخلي واحد سنتيم ديال الخياطه وندوزها فينا، ومن بعد غنولي نعاود له عاود المره الثانيه. نجي على هذا الشكل، غادي نولي نعاود له هنايا عبر الصباط هاد البلاصه هادي. هنايا غنشد عبر الصباط وندوز عليه، هذا هو الجيب ديالنا. الجهه الثانيه حتى هي كنصابوها بنفس الطريقه. هنا غادي نمونطي الكتاف، غادي نحل هذا الظهر ديالي غنفتحو.
هنا غنديروا التركيز عند التركيز كما كتشوفوا، هذا هو التركيز ديالنا. هادي نلصق الكول ديالي، هذا الكول ديالي غادي نبداه بالخياطه من هنا من هاد البلاصه من هاد المكان هذا، وندور عليه ندور عليه هنايا كامل، خلي سنتيم ديال الخياطه. نوصل لهنا للقنت، نغرس لي نغرس لي بره في التوب وندور كما كتشوفوا معايا هكا. نقص هاد الزوائد اللي عندي هنايا في القنت باش يتقلب لي مزيان. غنجي لهاد الكرانة اللي عندي في الوسط اللي درتها هادي من خي من في السلطة، درت هنا كرانة في الوسط ديالو في المنتصف. غنجي للدورة ديال الكول ديالي ديال الرقابة ديال الخلف، درت فيها تا هي كرانة في الوسط، وغادي نجيب هاد المنتصف ديال الكول شوميز وغنحطو هنايا مع هاد الكرانة هادي ديال الخلف، وغندير هنا بانكا باش يبقى شاد لي. هنايا كتبقى لنا داك 7 سنتيم اللي خلينا ديال الصدايف، هي هادي هادي هي 7 سنتيم اللي خليت، غادي نقسمها هكايا وغادي نطوي واحد السنتيم هنا لداخل هكا باش يجيني فيني من الداخل. هكا طويتو طويتو لداخل اللقفة، هذا هو اللقفة ديال الشوميزة، وغنشد هذا هكا معاه هانتي طويت سنتيم، وغنولي نردها هكايا. هذه هي داك 4 سنتيم داك 3 سنتيم عفوا، وهذا سنتيم هنا طويته لداخل، وهنا غتبقى لي 3 ديال السنتيم ديال الصديفات. ندير بانكا هنا صافي، نشد هنا بالبانكا ونبدا الخياطه ديالي من هنايا من التالي، نخلي سنتيم ديال الخياطه وندور على الكول كامل هنايا، وندير نفس العمليه في هذه الجهه هذه نفس الطريقه اللي درت هنايا، غنديرها هنا نشدها هكايا ونطوي سنتيم هنا لداخل، وغادي نقلبها هكا عليها صافي هكا. هاد السنتيم هذا هو اللي كيجيب لي هاد الانفينيه مي كنخيط. غندير البانكا تما، صافي دابا غنبدا الخياطه ديالي من هنا وغادي نمشي مع سنتيم. صافي ملي غنجي لهنا غنقلب هاد القنيت هذا غنقلبو لداخل، غيجيني على هاد الشكل باش غندوزلو الخياطة وغيجيني فيني من هنا، وهذا غندوزلو السورجي وغنولي نعاودلو عبر الصباط ومن هنايا. دابا غندوز باش نسورجيه، سورجي هاد الدورة ديال الكول ديالي
راه دوزت السورجي هنا للكول كما كتشوفوا، ومنطيت الكمام، منطيت الجناب تا هما بالسورجي. راني فايت لي دايره معكم الطريقه كيفاش منطيو الكمام والجناب، دايراها اكثر من مره. حيد هاد الشناتف هنايا باش غادي نخيط هاد الهبطه ديال الشوميزه. هكا غادي نطوي سنتيم كما درت من الفوق، نطوي سنتيم ونولي نطوي هنايا 3 ديال السنتيم هكا على هاد الشكل، ندوز عليهم بالخياط. كنوصل لهنايا للكول وكندور، كنغرس ليبره في التوب ونولي ندور مع هاد السورجي اللي درت هنا، غادي نطيحو بالخياطه. هنا غادي نغرس عاود في التوب وندور باش نبرق مع الجهه ديال الشمال. راه دست عليه بخياطه كامل كما كتشوفوا هنايا، باقي يجي فيني من الداخل. داك السنتيم اللي كان طويو ما كيبقى لا تشنتيف لا سورجي كيبان هنايا، اصلا ما سورجيتوش انا، طويت غير داك السنتيم لداخل باش ما يبقاليش باين، يجي على هذا الشكل. وهذا الوجه. دابا غنعاود له خياطه ثانيه، غندير عبر الصباط هنايا حدا هاد الخياطه الاولى، غادي نطلع واحد عبر الصباط ونطلع معاه ندور كامل كما درت في الاول. هاد الخياطه هادي ماشي ضروري، الا مبغيتوش تعاودوا خياطه واحده اخرى يمكن لكم تكتفيوا غير بهادي، غير خياطه واحده. هنا غادي ندور مع الكول ديالي هنا باش ندير له عبر الصباط هاد البلاصه هادي، هنا غندور معاه، نجي لهنا وغادي ندور، انا وصل القنت وندور معاه حتى هو، نغرس ليبره في التوب، نحاول نجبد هاد التوب هذا الكادو ديال الكول. صافي انا دوزت له الخياطه كما كتشوفوا هنا، دست على الكول ديالي دوزت له خياطه هنايا عبر الصباط، كيجي على هذا الشكل. غنصاوب داك الخيط الاسواره ديالكم هنا الكمام، راه ملي جيت نمونطيهم بالسورجي راه خليت واحد 5 سنتيم هنايا فتحه. نعاود لها الخياطه بالماكينه، عاد ندير داك الاسواره، عاد نخيطها، نبدا الخياطه ديالي من هنا فين خليت داك 5 سنتيم.
هنايا غادي ندوز ندير هاد 5 سنتيم لغلي، غادي نطوي هكايا واحد نص سنتيم لداخل، نولي نعاود المرة الثانية باش ما يبقاليش داك التشنتي في خارج على هاد الشكل. خيطتها هنايا، هي هادي، غنولي نشدها هكايا من هاد الخياطة اللي عندي هنا، وغندير لها واحد الترتيقة هنا باش ما تبقاليش محلولة. صافي نجي على هاد الشكل هذا. دابا غادي نخيط داك الاسوار لهاد الباندا ديال الكمام، هي هادي، غنجيبها قطعة وحدة وغادي نطوي واحد السنتيم لداخل هكا، وغندوز لها الخياطة. صافي ندير هنايا واحد على واحد، نحطو هكا مقاد يجي على هاد الشكل. نغرس الإبرة هنا في القنت وندور معاه مع هاد القطعة هكا بجوج، صافي على هاد الشكل. هذا غادي ندير ندوز لواحد الخياطه عريضه باش نجمعو شي شويه لحقاش جايني عرض من الاسواره، هاد الدوره ديال راس الكم جاي عرض من الاسواره، الاسواره درت فيها 20 سنتيم وهذا فيه اكثر. باش درت الخياطه في رقم 4 ودوس الخياطه عليه، شديت غير سنتيم ديال الخيط ديال الخياطه هكا، وغادي نجمعها شي شويه باش غتجيني قدها قد الاسواره ديالي. نقيس دابا ونشوف، غنخلي واحد 3 سنتيم هادوك ديال المارد اللي خليت، اللي قلت لكم غادي نخلي ديال المارد الصدايف، هي 3 سنتيم ما غنحسبهاش. صافي راه جايه قدها، مازال شي شويه واحد سنتيم نجمعو. صافي غندوز لهنا لهاد الجهه، غادي نخلي داك 3 سنتيم خارجه هنايا كما كتشوفوا، وغادي نشد هكايا وندوز الخياطه ديالي. هاد الخياطه هادي كتبقى في الوجه حيت انا راه قلبت لكم كما كتشوفوا، وكنلصق الاسواره من الداخل من الكفه باش ملي غنقلبها لداخل الوجه غادي نفينيها بهاد الجهه هادي اللي خيطت معكم في الاول. تبعوا معايا الطريقه وغادي تشوفوا، راني حاطاها معكم هاد الطريقه هذه، كنبغي نعاود معاكم باش اللي ما فهمش يولي فهم. صافي دابا غندوز الخياطه ديالي هكا عليه كامل. نخلي معاكم هكا باش تفهموا. ها انت انا حيد داك البانكات ودوزت الخياطه ديالي، دابا غنقلبها هكايا.
غادي نجي غادي نبدا الخياطه ديالي من هنايا. غادي ندخل هذا القنيت هذا اللي خليته 3 سنتيم، غندخلها لداخل، نشدها هكايا وندوز الخياطه ديالي. وهذا التشنتيف هذا اللي عندي هنايا كله غادي ندخله لداخل ونغطيه بهاد الجهه هذه الثانيه اللي دوزت لها قبيله الخياطه. هكا غتجينا على هذا الشكل. وصلت لهنا التالي، غادي ندور باش ندوز على هاد الاسواره ديالي بعبر الصباط من هنايا. غادي نخلي ليبره مغروسه وندوز. كما هتشوفوا هذه هي الاسواره ديالي، غنقلب لكم باش تشوفوا. هذه هي 3 سنتيم اللي قلت لكم خليت، هي هذه كتجي هكايا راكبه على هذه الجهه، هذه كتكون هنايا الصدافه وهنا كتكون داك العوينه ديال الصدافه الفتحه. صافي كتجي هكا متراكبين، تجي وحده فوق وحده. هادي داك الفتيحه اللي كتكون هنا في الجنب. صافي هذه هي الاسواره ديالي، راه ساهله. دابا غندوزو باش ندير لوغلي، نشد سنتيم هكا وغادي ندوز عليه بالخياطه. نحاول نجي ندور معاها على حساب داك التقويصه اللي كنت درت في الجناب، نجيبها دايره. من الاحسن ندير غير سنتيم في الغلي باش تجيني دايره مزيان، ما تجينيش صعيبه في الدور. شفتوا ملي كنديروا سنتيم راه كدور عندنا بسهوله. هذه هي الشوميزه ديالنا، راه ساليناها، مازال لي ندير لها غير الصديفات، ندير لها الفتاحي ديال الصديفات ونركبهم لها. ندير لها صديفه هنايا في هذه البلاصه هذه، وهنا في الكميمات ندير لها وحيده. راني وريتكم الطريقه ديال افتتاح العيون ديال الصدايف بالماكينه، مازال لي نوريكم الطريقه كيفاش تفتحوهم ان شاء الله باليد بيديكم. يكون عندي شي وقيت ان شاء الله نصاوبها نوريكم الطريقه كيفاش. هذه هي الشوميزه ديالنا، راه ساهله كما شفتوا معايا. هادو الجويبات والكمام ديالنا هما هادو. ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي منين نركب لها الصديفات ونحددها. ومن التحت راه كتجي هكا على هذا الشكل، كتجي دايره داك الدوره اللي درنا لها. من الاحسن كما قلت لكم تديروا غير سنتيم في الغلي باش كيساعدكم باش تدوروا معاه باش يجي داير. نتمنى يعجبكم الفيديو، اللي عجبو الفيديو ما ينساش يدعمنا بالاشتراك وبجيم.